رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي صوماليا مدني عمر عبد الرشيد علي شرماركا ياسيوي لوغو سلوية مقالة قروية عاصمة دولة بونتلان رئيس الوزراء هاي وفدي الله سعود سلوين تيسوا حكا غيب قلي مدحوينها دولة بونتلان مدني عبدولي محمد علي قاس ومدحوينك حقينك دولة بونتلان مدني عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي قدونك بار لبنك صدح ذا قولي دولة بونتلان سراكيش عيدة مدى مامولك قوالك كندق مدى شعب وينا أدف ربضاني يهوغان كرناغنك سودوين كدب رئيس الوزراء هاي وفدي قلس عدو حلو قلبية فيلا بونتلان قصر قلوغا رمية بونتلان وحنا هالكا سيسي ودجير رئيس الوزراء هاي مدحوينا دولة بونتلان يقول هاد لان صحافة وريا عبدغاني برداعد حجينا يا كقب قلس سودوين رئيس الوزراء هاي واربحين تانا ينوغا دياريي وفدي قلس عدو حلو قلبية رئيس الوزراء هاي دولة فدرالك الصوماليا مدن عمر عبد الرشيد علي شرماركي وحقيبك ها قار كم يضغلها وكيل لدى يضغلها وزير لدى دولة فدرال كاي الصوماليا وحنا كسر دوية جيدة ديارة هاي مجالة الجروة عاصمة دولة بونتلان مضاح دولة بونتلان وهر كعيم مدحوين عبد الولي محمد علي قاس يقبها كل دولة بلشاد الرئيد كا بقلال كدت كا يودي أرسنا سو دوين الرئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي أي اللولا يي علن كدولة فدرال كالصوماليا يميت كدولة بونتلان وحين كل وقينا ينهس ودنيا وموتشنا يمن مشاعل كومد بونتلان أيو قبان صوماليا ومن نقطة markii uu kasoo dagay gigada diyaaradaha ee magaalada Garoowe ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya waxa marxabeeyay masuuliyiinta oo hor kacay madaxweynaha dawladda Puntland madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanan sharaf ka qaatay xutubiye ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dawladda Puntland وفدي رئيس الوزراء هو جامري مدحت دولة بونتلان أي سوى الجرى وقع عن قاضي شعب كي سودا ويي وحنا انت كذب وفدي لوسو قلبي أقل كمدحتو يد دولة بونتلان أو يكره اللين صحافة ضع مدحوينا دولة بونتلان أي كسودا ويي رئيس الوزراء دولة الصومالية بونتلان وفد هو جامري الوزراء دولة فدرالية الصومالية عمر عبد الشيل علي شرماركي هي وفد عروس كوبن الحكومة دي البرلمانكا هذا هي الأسر وين إن وفدها سوماليا وحين مرسا مرحلة هذا أدك وأباهن ولا تشي إلا قصو بيو سوماليا أنا مرحلة دي مرسا يضد بيو ماشا أي استهشنا لغارسيو ان سي قرنمدي يوم النمدي يودا جيركو مد الصومالي مرو بلا لو هورمريو لو ادكيو ان وفدغو مدن رعشا ان لا جوغي دونا واخ بدن او كدخيه دولته فدرالكا اي دولته بوتلان اي ايانا كود حد دونا ان عمر وحن مريو مركو خريسه اسبا او دزلو وزارة او يمادو غروه هذا كهو بالله واي يسول الوزراء لكن قال كعيو يبتقي مركو حالا انه هيدور الوزراء كوه ريسي كسلو عاصمة دي بطلان وفدقنا وسودة وينينا وقت بدنا يا سهل دونا إن شاء الله عنك قهل دي دونا عرمتنا بدن و سوماليا يو مرحلة دي أمرس خسية مركو آدم خسلو يا وزارة سلو وي السلام عليكم
ومركي وجهه الرئيسي رئيس الوزراء دولة فدرال كاي سوماليا مدن عمر عبد الرشيد علي شرمارك ويما دوم مقالة قروة عاصمة دولة بونتلان يسقوا هي حلك رئيس الوزراء نمو دولة فدرال كاي سوماليا لبدا وفدي أيا كوضا حل دونا أرمى قصية دولة بونتلان يحرر كه لبدا دولة دود عبد الغني برداد بونتلان تي في قروة